انت شو اللي جابك؟ ليش جاي؟ ماجد لو سمحت اسمعني، جاي احكي معك بس شوي. والله قلبي كان رح يوقف. اوعي تلمسيني. قلت لك انه بدي احكي معك وبس. ما بدي احكي بنوب ولا بدي اشوفك من هلا ورايح نيفين. ناري ما مو عندك وما عم بتشوف شو صاير. بس انا يلي حدك ماجد. صدقني انا بكل وقت بوقف جنبك. اوعي توقفي جنبي. خليكي بعيدة عن هالهموم، بعدي عني كمان. انا رح طق من تصرفاتك، عن جد طقت روحي منك، فهمي؟ لا تحشري حالك بحياتي. روحي من حياتي، مفهوم؟ والله متشكرة. ما طايق شوفك. الليلي كرامتك وينها؟ أه؟ أنت عندك كرامة؟ ناري ما بتهز كرامتك لما توقف قدامها يا ماجد. نيفين يلا تعالي. يلا شو فيها هاللوحة قريش؟ ما بعرف، تقريباً لوحة مثلها مثل غيرها. بس برأيي مو هيك. كل هالعمر اللي مع بعضنا عشناه، لما حس إنك متضايقة بتوقفي قدام هاللوحة. ما خطر ببالي إني غار عليك من هاللوحة هاي. مساء الخير نوران خانم، جاي حتى أخذ فايز بيك. شو قصتك جمال بيك؟ أنت طالع مثل أبو العروس. الله يطعمني وصير أنا عريس إن شاء الله. أهلا وسهلا جمال. مرحبا أخي. هاي الاحتفالات حلوة كتير، وبالأخص لما تقوموا ترقصوا. ايه عن جد يا خانم، شو انتي مرايحة معنا؟ لا والله، قلت التذاكر لشخصين يا جمال. ايه بس هدول التذاكر إلكن، انا اشتريت تذكرة لحالي. نوران خانم لازم تروح. هالفكرة حلوة، يلا جازي حالك بسرعة بلا ما نتأخر. روح يا فايز، انا بلا ما اجي الاولاد لحالهم فوق. ايه مانون صغار، يلا انتي كمان بتغيري جو احسن من القعده لحالك. ايه معناها رح البس. لحظه ناطرينك. ليلى شوفي، انا وخالك فايز في عنا حفله معزومين عليها ورايحين، رح نرجع بوقت متاخر. انتبهي منيح على البيت. تمام. شو ما بهمك وين رح نروح يعني؟ معلوم. لا اف أمي، يعني شو رأيك تعملي براك باللحمة؟ تاكل السم الهاري، صار لي من الصبح عم نظف الكون. أنا ما أنا كتير تعبانة، شوي ارتاحي ما حدا بيقولها. بدكن يعني ضل عم افعي طول اليوم؟ صرت أنا كبيرة بالعمر، هيك عيب. اسكتي بقى يا مرة، بكفي، لا تساوي شي، المهم إنه ترتاحي. والمهم ضل ساكتة. ها ما أنت خليتني أسحب الشكوى كمان، مو مزبوط؟ بس لك كيف صار يطلع صوتهم؟ هنن كل شي بيعملوه لازم ينفذوا منه.
أوف يا ربي قديش بتنا أوف يا. كمال حكي مرتك شوف وين أقوم. شو اشتقتي لها؟ سكرت امك يا صبي. اتصل خليها تعرف انك انت شايفة دائما. يعني شو رح يصير هلأ ما بترد؟ شاطر خلاص صارت تساوي اللي بدها. عم تقلي ما رح ترد؟ انت لهلأ جوزة وبتمون عليها. يا ترى عن قريب وقت الطلقك رح تعمل لها شي؟ رجال آخر زمن. القصة مو بهي السهولة. إذا أنا بدي بطلقها. كمال إذا طلبت الطلاق ما تطلق، حنمرمطهم ونبهدلهم. أمي ميرفت أخذت قراري، كمال رح أتطلق منه. بدي أتطلق منه لكمال. وشو طالعك بهالفكرة اليوم؟ بدك تصيري مطلقة بهالعمر الصغير؟ بصير تكوني مطلقة وفيك تكوني عروس. ايه فيك تكوني، المهم تتكون السعادة. مو ممكن هالشي، الولد اللي ببطنك لسه ما شاف الدنيا. وشو مشان اللي موجود ببطنك؟ شو بيصير له يعني؟ نكبر انا وهو سوا. مستحيل هالشي. انتي ما بتعرفي شو يعني تكبري ولد وهو بدون ابوه. لما يجي الولد على هالدنيا كمان رح يصير زلمة. خليكي صبورة شوي. ما بعرف بعد هالشي كيف فيكي تكوني متفائلة من هدول الناس يا أمي. أصلاً لو إلا شوي كنتي موتية لهدى شو نسيتي، وهلأ أنت ناوية ترجعي آسيا لعندها. ميرفت بس بقى ما بدي إياكم بسببي تتخانقوا. لا ما رح أبعتها لعندهم على البيت. لما كمال بيجي ابنه على هالدنيا رح يتغير، وبلكي وقتها هو بيصير رجال وبياخد آسيا وابنه على بيت لحالهم. أمي أنت شو اللي عم تتأملي بحياتك؟ عبس يعني عبس. هذا شي والكلام اللي عم قوله هلأ شي تاني. لا تحكي بدون ما تفهمي. هذا الولد لمين رح يقول بابا لما يجي؟ لعاصي مثلا؟ لما يجي هالولد على الحياة بتشوفي كمال كيف رح يتغير وقتها. رح يصير زلمة. لا ما رح يتغير شي أمي، بس إذا ما قلنا نحنا كل شي رح يرجع مثل زمان. لك أنا اللي ربيت أولاد من دون أبوهن. مو أنت لحالك ربيتيهن، أنا لأنه كبرتهن للي خلفتيهن. الوحدة ما بتصير أم بس لما بتطبطب على أخواتها وقت بتنجرح رجليهن. ميرفت عاصم على التليفون. نعم شو بدك عاصم؟ مرحبا ميرفت. أكيد بكرة رح شوفك. ما اتصلت فيكي بس أنت ما رديتي. بشو مشغولة بالله؟ ميرفت لساكي عند كلامك؟ إيه لساتني بشوفك بكرة. ارتاح قلبي والله فرحتيني بهالحكي. تصبح على خير. كنت رح أقلك شغلة ميرفت. انسي الموضوع اليوم، هاي مفاجأة. خلص بكرة منحكي لما بشوفك. يلا بخاطرك. ماجد بيك، ناريمان نسيت هدول الأغراض قبل ما تمشي. تفضل. شكراً عمو هاتم.
أنا ما أجيت لهون كرمال أحكي لك عن ذكرياتي اللي قضيتها مع ماجد من قبل. أجيت لأنه بدي أقول لك ما حتقدر تخليه يدوم لهالحب. نعم فخرية. يا حب انشغل بالي عليكي، ريحيني يا قلبي. أنا مالي منيحة والله أبداً، كتير مزعوجة ومو جايني نوم. والله رح يطقمخي من الغيرة. نيفين وماجد لما بسمع أنه مع بعضهم والله بتطلع روحي. لا عم بقدر أنه نام ولا عم بقدر أعمل شي غيره فخرية، الموت أهون علي بكتير. مين معي؟ ليلى، ماجد معك. مرحبا ماجد بيك، بشوفيني اخدم حضرتك. خبرني. ناريمان ما عم اوصلها، على التليفون ما عم ترد. قولي لها تطلع من البيت. يا ماجد بيك، يمكن هالشي مستحيل، المسكينة ما عم تطلع من اوضتها. حلو لكن بتساعديني مشان ادخل على البيت يا ليلى. لا ماجد بيك، مشان الله حضرتك عم تحكي عن زيارة لبيت فايز بيك وهو مو موجود. الله يوفقك، فكر شوي. ليلى. تمام تمام، معناها أول ما توصل على الحارة خبرني. العاشق جاية ورح يدق الباب كمان. ناريمان، خدي حبيبتي شربي شوية مي، طول اليوم انتي بلا أكل، هلأ بتوقعي مثل ما صار بهداك اليوم. ما بدي شي بنوب ليلى. ايه خلصنا، ليش ناريمان شو هل عند هادية؟ ليلى أنا ما بدي عم قول، يا الله منك شربي. ليلى شو عملتي فيني؟ يا الله منك يا ليلى. عن جد ما تواخذيني حبيبتي، يا شو رأيك إنه تغيري تيابك كلهم هلا؟ طيب أعطيني أي شيء. بعدين يا عيني شو هالحالة يلي أنت فيها؟ شوفي تيابك كيف مبهدلة، شعرك منكوش ووشك تعبان على الآخر. كرمال الله يا بنتي أنت ما رح تزبط أمورك بهالطريقة. وقفي رح جيب لك من عندي شيء. ها؟ شوفي ليكي شو حلو. مستحيل البس هالفستان هلا ليلى، شو مجنونة أنت؟ أعطيني شيء مثل الناس. ناريمان اسمعي، بهالطريقة بتتعب نفسيتك أكتر والموضوع بيكون أخطر. لك ليلى حاش تخريف بقى، ما رح ألبسه يا الله دخيلك. ناريمان أنا كل ما بشوفك بهالموديل بضيق نفسي وتطلع روحي منك. خدي. طيب هاتي، يعني عن جد ضايق خلقي لدرجة ما بدي ناقشك ولا بموضوع. إيه شو علي؟ قلت لك انه بدي احكي معك وبس. ما بدي احكي بنوب ولا بدي اشوفك من هلا ورايح ليفي. ناري ما مو عندك وما عم بتشوف شو صاير، بس انا يلي حدك ماجد. صدقني انا بكل وقت بوقف جنبك. لا تكوني نيفي، خليكي بعيده عن هالهموم، بعدي عني كمان. انا رح طق من تصرفاتك، عن جد طقت روحي منك، فهمي؟ لا تحشري حالك بحياتي، روحي من حياتي، مفهوم؟ والله متشكره. ما طايق شوفك. الليلي كرامتك وينها؟ أه؟ أنت عندك كرامة؟ ناري ما بتهز كرامتك لما توقف قدامها يا ماجد.
ساعدي. بجوز امي هي، خليكي هون انا بفتح الباب. اهلا وسهلا ماجد بيك، الاوضه هذيك اللي فوق. شكرا. ليلى فهميني، يعني انت لبستيني هالفستان بهالوقت المتاخر وما حكيت شي. بس اللي ما عم بفهمه هاي الكندره ليش وشو السبب؟ ماجد؟ ماجد انت شو عم تعمل هون؟ لو سمحت امشي، لو سمحت. معك حق تزعلي مني، بس انا بحبك بجنون نريمان. هذا الي. وانت كمان الي. يسلموا معلم جمال، انبسطنا بهالحفلة وإن شاء الله منرد لك إياها. العفو، ما عمل شي محرز. ليلى، بس بدي خبرك إنه جايين بعد شوي، طلعت بسرعة ومفتاحي نسيته بالبيت. أمانة إنه ما تنامي هلأ وإلا رح نضل بالطريق يا بنتي. طيب رح روح هلأ أخبرهم فورا. نزلني هون لو سمحت لأنه طيب. الطريق مسكر. تكرم عينك. تفضل. شكرا. يلا هلأ تصبح على خير. وإنت بخير. ألو نعم؟ وينك أنت؟ بالحارة، هلأ وصلت، بكرة بشوفها. ما تركتوا لي أسلوب تاني أبداً. أنا بحياتي ما خنتك ناريمان، لا مع نيفين ولا مع غيرها، ما فيني ألمس غيرك مستحيل. بس نيفين كل وقت والتاني بتصير تلمح لي لهذا الموضوع. ماجد ما عندي القدرة أتحمل هيك شي بنوب. ناريمان، بتصدقي نيفين ولا بتصدقيني؟ ماجد بغار عليك والله، قدر الموضوع. تعي لشوف يا حبيبتي الغيورة، منيح انه انا بغار مثلك واكتر، هذا الشعور انا بفهمه. ما عاد تسمح لنيفين تناقشني بشي ولا حتى تشوفني. بجرب بس مو وعد اكيد. ماجد شو مشان انت بغرفتي؟ مالك منتبه؟ هاي أحلامنا واحد ورا التاني عم يتحققوا. ما هيك بس شلون تجرأت على هالشي؟ الجرأة أنت آخر وحدة بحقلك تحكي عنها. بحبك كتير، أول شي قلتلك يا هدول قديمين كتير. بعرف. وصار ماضي هالحكي. بس بكرة قلنا.
شوفي. ما بعرف والله. افتحوا لها الباب. هل وسخ شو عم يعمل هون؟ ييه بعدي شو عم تعمل؟ انت مجنون شي؟ لك شو صابك يا عاصي؟ شوف اذا طلعت لفوق شو بدك تقول يعني؟ اه انت ممكن تحكي معهم شي؟ يا الله على هالشغلة. لك عاصي شوف حياتك بقى، انت مين قدامي اللي فوق هداك؟ عن جد انت مين؟ لك بالاول ما بدها تكون عشقانتك؟ قول انت شو؟ تعشقها؟ وهو بيعشقها بجنون؟ شو انت شو يا عاصي؟ قول شو رح تقلها وهي على الاخر نسيتك؟ يا الله منك. ماجد تخبى بسرعة، وقف هنيك فوق. ليلى إلي ساعة عم دق على الباب، ما سمعتوني يعني؟ ليلى قليلي انتي ليش طلعتي لبرا؟ قلت بشم شوية هواء عم تسكر الباب. أمي وخالي رح يوصلوا. ماجد يلا. يلا بقى يا الأكل جاهز نيفين خانم. صباح الخير. صباح النور. حبيت الصبح سمعك صوتي. شو حلو هالصوت. شو رأيك بغدا لك؟ وانت اللي عازمني؟ طيب نضحك بعد شوي. ماجد انا بحبك موت. وانا بحبك موت. Thank you.
وين كنت ماجد؟ تركتني لحالي مع المشاكل وغبت. هالوضع متعب. أبوك نيفين تعبوني كتير معهم. نيفين السندات اللي عطاها إياهن أنس جابتهم. بدأ منا أنه نعمل خطة دفع واضحة. كيف بدنا ندفع كل هالمبلغ؟ ما بعرف والله. أبوك صار وضعه هلأ محرج، وأنت عم بتقول مو مسؤول عن هالدين. ماجد بدونك أبوك ما بيقدر يوفي هالدين أبدا. أمي خبرت اللي ساعدوني بالرجعة لنريمان أني رح أوفيهم حقهم على الكامل، بس ما بدي بابا يعرف هالحكي اللي قلته. بابا لازم يرجع لوعيه بأسرع وقت. أنا ما عاد متحمل أبدا كل تصرفاته. ولا أنا متحملة مثلك. ما تشغلي بالك، وكوني واثقة عم بعمل جهدي لأوفي هالدين. محروق قلبي لأني ما وفيت نيفين هالعشرة مليون. صباح الخير سليم بيك. صباح النور. جبت البرنامج كله لحضرتك. في أي معلومات عن عشاء اليوم المساء يا ترى بالبرنامج؟ طبعا لا، ما في لزوم أنه كل الناس يعرفوا. إيه الحق معك. بدي منك تختاري أنت وين رح نتعشى سوا. على عيني، بس مو بعدين تقلي ما عجبني المكان. مو ممكن، ما عندي شك بذوقك الحلو ليلى خانم. ليلى طالعة حلوة كتير اليوم. رح أعترف لك بشغلة مهمة، عاد مشانك. روعة عليك هالفستان. شكرا من ذوقك. انتي متضايقة من شي؟ اسمعي شو بدي اقول. لا تحطي ببالك كل معاصي حكى كلمة، هو اصلا عقله مخربط بهالفترة، تمام؟ بتعرفي شو؟ انا مو على طول بضل ادعي لربي انه اعشق شي واحد وهالقصة ذوق طعمها؟ كل ما بشوف العشاء اللي عم يتعذبوا حوالي ساعتها بحمد ربي على الوضع اللي انا فيه. والله العظيم شو هالحاله هي، انبسط يوم واذا العشرة وتطلع من عيوني هالفرحه الحلوه، لا بلا حب وبلا بطيخ وبلا شيء. والابشع كمان الغيره. الغيره اكثر شيء بالضبط. ناريمان والله كتير متضايقه. ليش؟ على الاقل هي الزلمه اللي بتحبه واقف حدها. بس شو أقول أنا؟ واحدة ناطرة على الفاضي وعم تحلم، يعني بدون حب. رؤيا أنت عشقانة عاصي مو هيك؟ ما بعرف إذا كان عشق أو بجوز كون مرتاحة لعاصي. لو عاصي حاسس هذا الشيء يمكن تكون العلاقة مميزة، يعني عم حس من الأول هيك. ناريمان محظوظة كتير، في حدا بيعشقه وبتعشقه. العشق هيك بيكون، يعني تكون المشاعر متبادلة. ناريمان وعشق اللي عم تحكي عنه كل هالحكي، ما هو اللي نزع علينا يومنا مبارح. تخيلي ناريمان عم تحترق هلأ بنار الخيانة البشعة. ماجد خان ناريمان مع وحدة تانية؟ ايه. ناريمان
عندي شغل. اسمعي، الحياة صعبة ولازم نعيشها، بس بالأول خليكي أدب. يلا تعي آسيا. اسمعيني، أنت مفكرة أنه لحالك اللي عم بتعاني بالبيت هون أو الوحيدة المظلومة؟ طلعي حواليك رح تلاقي كتار غيرك، بس هن مو مثلك لأنه ما حدا عم يهرب وعم بيواجه القدر. ليكي، ما حدا بيستاهل بالكون أنك تساوي مشانه هيك بحالك. أنت اسألي عن حالك وما تظلميها، لأنه ما حدا غيرك رح يوقف معك. ما حدا هامه اللي انت فيه اصلا. شو فهمتي؟ انقلعي من بيتي. يلا روحي يا كمال. وانتي لازم تعتمدي على حالك كمال. شوفي، لاحقيني، تغلبي على ظروفك. خليكي قدك. يلا قومي من الفرشه. يلا كمال، هدي شوي، ما اجيت لاعمل مشكله. ابني، انا ما بدي اشوف وشها. قلت انقلعي. كمال، انا جاي لشوف اسيا. اتركي لي، انت شو عم تعمل؟ اتركني. واقف كمال، اتركني. خليني احاكي. بكسر رجلك اذا بترجعي مره ثانيه. اسيا، اسيا، انت ما فيك تضلي نايمه هيك وعم تهربي من مشاكلك طول عمرك. ولو توهمتي انه هيك بترتاحي بتكوني مجذوبه حبيبتي. لك ارجعي لسعادتك مثل الاول وكوني قويه وبتستاهلي الحياه. شو مشتاق لك يا بنت؟ بصحك تلمسني أو تقرب علي. إذا بتلمسني مرة تانية بترك البيت وبمشي. ليش؟ أنت مانك مرتي عم تنسي؟ كنت مرتك، بس هلأ خدامة له دخان. آسيا، شوفي العالم همومة لفوق راسها، بس مو معناها يساوي مثلك. مرة تانية ما بتطلعي من غير ما تاخدي إذن مني، عم تفهمي؟ حرام يعني مرة روح شوف حدا من عيلتي كمان. رح أقول شغلي، الضعيف يموت أحسن، لهيك لازم تصيري قوية. الحل بإيدك، فهمتي؟ لازم ما تهربي، لازم تواجهي مشكلتك. وليك أنت وعائلتك وأخوك شو عمل معكم؟ شو عم بتساوي؟ عملت شي مع أخي كمان؟ روق روق، شو عم تعمل يا ابني؟ بعدي عني. أنا مليت منها ومن عائلتها ومن أخوها لهالحقيرة. كمان لا، بكفي. لا تعاقبوا لابنك لأنه أمه هلأ غلطت معك. لا تنسي معروفي هاد معك، وتذكري منيح يلي عملته. قومي لشوف، الولد بياخد برد. آسيا، هالبيبي الموجود ببطنك من حقه يعيش بسعادة، وما بيعطيها إلا أنتي وبس. إذا أنا طلبت منك تعملي لي شغلي بتطلعي من روحي لتصير. وهلأ شو؟ أمك ما سخيتي فيها. شو؟ أعوذ بالله من هالحكي. جامعة شو يا بنت؟ ما دام رح تروحي تدرسي كنتي ضلي قاعدة عند أهلك. صرتي مرة متجوزة. فوه، لازم تخجلي وتستحي. شو هدول؟ شو هدول؟ دفاتره للعلم؟ لا لا استني، شو بدك فيهم؟ عالجامعة. من وين جبتيهم؟ ما قلت لك أنا مصمدة. شو هالحكي هاد؟ والله سمعة. ولك انت عم تكذبي علي وليه؟ شبك نسيت اني حامل؟ فهمني هلا شو اللي جابك لهون؟ مين هالرجال؟ ها؟ صوتوا غرابة على بيتكم؟ مو خجلانين من هالعملة؟ ها؟ عم قلك نيلة من هون بدي احكي بك الشرطة. نيلة بعدي. يلا روح نيلة. يلا وينه؟ وينه الزلمة؟ هذا رح يضل راكد وراي، انا رح طق. خلص ما في شيء. آسيا اختي، انا معك، قلت لك هالحكي من قبل، وكمان برجع بقول لك طلق. أنا بربي ابنك، ما تاكلي هم، ما بخليكم تحتاجوا حدا، ما بدي اياكي تشوفي الظلم معه. مالك مجبورة تعيشي لآخر عمرك مع شخص ما بتحبيه. بالنهاية كل الناس ممكن تغلط، بس مو مضطرين يدفعوا الثمن لآخر عمره. أنت كمان مو مجبورة تدفعي ثمن اختيار غلط.